إذن تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في انطلاقة جديدة ورائعة وشوط جديد يحمل أيضا جعدان ثنايا محليات أصايل هنا لأصحاب السمو الشيوخ الخمسة كيلومترات هي الحاضرة، ولكن التوقيت الأفضل مع راهية صاحبة أول أشواط البكار المهجنات الأصايل لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، 7:47 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. نتواصل في 7 أشواط هذا اليوم ليأتي سراب في مقدمة هذا الشوط من هجن الرياسة بقيادة أيضا راشد بن محمد بالسم المنصوري، قدم انطلاقة رائعة من خلال تواجد سراب، بينما المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بالسيف الانهيان الصادق فضل الأمين. المركز الثالث وصل مياس، وصل مياس في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة وبتواجد الظافر علي بن ميل الوهيبي، من ظفر في هذا الصباح بثلاثة أشواط وبالتوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. النقلة مباشرة إلى المركز الرابع اللي واصل هناك هملول للشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري، يتواجد هناك في عملية التضمير والتدريب، بينما نقلتنا مباشرة إلى الاسم القادم هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان محفوظ بخميس الينيبي. يقدم لنا هملول كما قدم لنا وصايف في انطلاقة أيضا أول أشواط هذا اليوم. يأتي هنا مع هملول على المركز الخامس في هذه اللحظات وينطلق من خلال تواجد هذا الشعار الجميل، بينما هناك الدخول من ما يخاف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمعى بن عتيق الرميثي، يتواجد هناك ايضا في هذا الانطلاق ايضا يتواجد المحترف لياتي بانطلاقه رائعه جميله واداء راقي من خلال تواجد ما يخاف، ولكن الدخول عالي وصل عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الهيان الصادق فضل الامين، يتواجد ليقدم لنا ماركه عالي ماركه شاهينيه بالفعل ليتواصل مع هذا الشعار الجميل والرائع. هكذا هو نداءنا الأول، لكن لنا العودة إلى مقدمة الشوط وإلى هناك سراب، هو من تسرب إلى مقدمة الشوط. سراب في الصدارة في المركز الأول لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، يتواجد ابو ذياب هناك ليقدم لنا انطلاقه رائعه وجميله في هذا الاداء الرائع من خلال تواجد سراب، وقدم لنا ايضا عنيد وقدم لنا ما يخاف لياتي هنا ويقدم سراب في هذا الانطلاق الرائع باداء جميل وانطلاقه رائعه، بينما هنا مياس القادم مياس المنطلق هجن الرياسه تتواجد بشعارها العملاق ليتواجد احد خبرائها وفطاحلة التضمير علي بن ميل الوهيبي في المركز الثاني. المركز الثالث شاهين وصل بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الانهيان الصادق فضل الامين، يلا يا الصادق ايضا يا فضل الامين، هناك عينه على المقدمه عينه على الصداره، ايضا يقدم هذا الشعار الكبير والاداء الرائع، بينما هناك اللي وصل في هذه اللحظات هملول للشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري، يتواجد بأداء رائع وانطلاق جميل على مسار المركز الرابع، بينما هناك المركز الخامس الله وصل هملول وصل في هذه اللحظات شعار العيناوي شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بخميس الينيبي، يتواجد ابو ناصر يتواجد زعيم المضمرين، ولكن من القادم ما يخاف وصل في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمعى بن عتيق الرميثي، وصل بو خليفة ليقدم انطلاقة رائعة من خلال تواجد ما يخاف، ولكن هنا الدخول من عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بالسيف الانهيان الصادق فضل الامين. الله 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 الله، اعود الى الصدارة، اعود الى سراب، ايضا سراب يخطو خطى عنيد وما يخاف هناك في الصدارة، او ما يهاب بالفعل يتواجد في هذا الانطلاق الرائع. سراب من هجن الرياسة، يا سلام، هناك ابو ذياب ايضا راشد بن محمد بسم المنصوري، يتواجد ابو احمد ليقدم هذه الانطلاقة الرائعة، دخلنا هذا الكيلومتر الاخير سراب سلالة عريقة ما شاء الله، بينما مياس
مياس يتواجد في ثاني المراكز من هجن الرئاسة. علي بن يميل الوهيبي يقدم هنا الظافر، يقدم انطلاقة مياس، ولكن سراب الله بدأ بالانطلاق الرائع والأداء الجميل من خلال تواجد هذا الشعار، شعار هجن الرئاسة، ليقدم لنا هناك أبو دياب هذا الانطلاق، شعار هجن الرئاسة، المضمر الخبير المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ينطلق من خلال تواجد سراب، ولكن مياس في المركز الثاني، مياس من هجن الرئاسة، علي بن يميل الوهيبي يتواجد بوسعيد ليقدم انطلاقة رائعة، ولكن هملول القادم، هملول اللي اسمه شيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان، محفوظ بخميس الإنيبي، لنا العودة إلى المقدمة، لنا العودة إلى الأربعمائة متر النهائية، ولكن سراب سراب على صدارة، مياس وسراب من هجن الرئاسة، الله 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 الله، مياس وسراب، بدأ مياس بالاقتراب، جاوز يم جاوز، الله 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 الله، هناك سراب ومياس، مياس بدأ يغير في الأمتار الأخيرة، يا سلام، السوبر هاتريك مع بني ميل هناك ليقدم انطلاقة مياس في هذا الشوط ما شاء الله، ولكن سراب للمحاولة الأخرى، ولكن مياس تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنئة لعلي بن ميل الوهيبي المركز الثاني، هناك سراب من هجن الرئاسة، والمركز الثالث وصل هناك هملول ليسمو شيخ دياب بن محمد زايد الهيان. المركز الرابع ما يخاف ليسمو شيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بينما المركز الخامس وصل شاهين لسمو الشيخ محمد بن دياب السيف آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين، تهانينا والناموس. إذن نتواصل في هذا الانطلاق، لنا العودة للتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول مياس. 8:02 من الثانية هو توقيت مياس، تهانينا لهجن الرئاسة والتهانية لعلي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الثاني كان سراب من هجن الرئاسة، تهنية لهجن الرئاسة، وإلى أيضا الثاني موصولة لراشد بن محمد بالسم المنصوري، 8:07 من الثانية. المركز الثالث كان هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان بقيادة محفوظ بخميس النيبي، قطع المسافة 8:08، أيضا هناك 8 من الثانية، تربل ايت، هكذا هي الانطلاقة مشاهدين الأعزاء، شوط جديد يتواصل أحد الزملاء بالوصف والتعليق.